تنمويان دائما يطالب مرتادو المسبح مسبح تامدا بولاية غليزان بإعادة تهيئة كونه المتنفس الوحيد لسكان المنطقة للإشراف، إن المسبح استفاد قبلا من التعديلات لتوسيعه غير أنها غير كافية للعدد الكبير للأطفال الذين يجدون فيه القبلة الوحيدة لهم. التغطية لحمزة زروق. أنا غير هذا المسبح نعوموا فيه وما كاش وين نروحوا نعوموا غير لهنا، اكو بحر كورونا ما نطيقوش نروح هي ونعوموا غير فيها. بعد جاي من هنا نسكنوا من صحاب حاسي يجينا نعوموا هنايا خير من البحر، زعما هنايا شويه مع الحباب هنايا تاع مزونه ماهيش معروفه ماهيش تعبر براني، يعني جونا فاميليا صحاب وكاع جو نعوموا هنايا. احنا كشباب نجو هنايا نقوها منا ونعومو طروازور كازور نبدلو لها الماء هيا وكاع يجو منا مازونا لي زونفيرو وكاس يجو يعومو هنا زعما راهي رحمتنا هذيك فاهم مع كورونا بحر مكاش. قمنا بطلاء هذا المسبح ثم قمنا بكرائه لمجموعه من الشباب التي هي مشكوره في تنظيف هذا المسبح، وهذا المسبح يعتبر المتنفس الوحيد لشباب المنطقة، ولذا نطلب من السلطات العليا للبلاد أن تقوم لنا بمساعدة في بناء أو في بناء مسبح أولمبي. وكما تعلمون قدمنا يعني اختيار الأرضية ونحن ننتظر في هذا المشروع.